من كل القبائل والمناطق المجاورة ومناطق الجبل الغربي. نلتقي اليوم في رد على فتوى صدرت في شان المذهب الأباضي في ليبيا وأخوتنا الأمازيغ وما صدر من 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 فتاوى بهذا الخصوص. طبعا احنا اجتمعنا في الفترة الماضية وصدرت هذه الفتوى وتوحدت القبائل في هذه المنطقة بالكامل واتجهت للمنطقة الجبلية وكانت في صلاة الجمعة في 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 مدينة جادو. واليوم اخوتنا من الجبل هم موجودين هنا في العزية. العزية الكدوة التي التقى فيها المجاهدين في السابق ايام المواجهة الغزو الايطالي، التقى فيها الباروني وبن عسكر وبن تنتوش وكعبار والمريض وغيرهم من المجاهدين، وخاضوا المعارك ضد الطليان من هنا من العزية التي اجتمع فيها هذه المجاهدين. لا فرق بين عربي او مزيغي او هذه الترهات الزايدة، لا فرق في المذاهب عندنا. عندما عجز العدو وتصدينا للحرب القبلية التي نشبت في هذا الوطن، نشبت بأيادي الاستعمار بأيادي الخونة والعملاء، كانت هناك الفرقة بين القبائل والمناطق والمدن، والحمد لله واجهناها بشكل أو بآخر وحاولنا إنهاء هذه المعارك والفتن الموجودة المناطقية والقبلية. اليوم يخرج لنا بفتنة جديدة، فتنة الطائفية والعرقية، واليوم نرد عليهم بنفس الرد. لا طائفة لا عرق لا مذهب ولا أي من مؤامراتهم يستطيع به تفرقة الشعب الليبي، فنحن واحد، نلتقي اليوم هنا في العزية أرض الجهاد التي اتخذها أباكم وأجدادكم. لم يكن لديهم في يوم من الأيام أي واحد من أي منطقة لا يسمى في الجبل ولا يسمى في الساحل ولا في باطن الجبل ولا في الجنوب. كانت الكدوة حاضنة لكل المجاهدين من هذه المناطق، انطلقوا من خلالها إلى معركة الهاني والشط وبني آدم وترينا وكل المعارك اللي موجودة في الساحل. وعندما انسحب المجاهدين من هذا الساحل واستطاع الغزو الإيطالي داخل المجاهدين، لجأوا للمنطقة الجبلية واحتضنهم أبناء الجبل ومن بعد أبناء الجنوب وغيرها من المناطق. فاليوم نعيد نفس التاريخ، لن تكون هذه المنطقة إلا حاضنة للمجاهدين، حاضنة للمدافعين عن الوطن. وأبناء هذه القبيلة الشريفة المجاهدة المناضلة الثابتة على مبادئها في صف الوطن دائما، لن تكون إلا في الصفوف الأمامية بإذن الله. ومرحبا بكم أخواتنا جميعا، وبارك الله فيكم وشفى الله صحيحكم.